من جديد في زون ميكس والتحقوا بينا ضيوفنا اليوم اللاعب السابق للنادي الافريقي خالد التويتي واللاعب السابق للجزائر التونسي سامي العروسي. باش تحكيوا على مقابله الدربي غدوه كان عامل هنا دربي قبل الدربي. خالد التويتي مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا سامي العروسي اهلا وسهلا. اهلا بك واهلا بمستمعين اكسبريس اف ام ومعنا اخونا خالد ان شاء الله يتعدى ميسيون باهي. عندي برشا ما قابلتوش اما حبيبي برشا. شنو الامور؟ لاباس؟ والله الحمد لله. سامي الحمد لله صباح لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله. احنا 9 واحد يرقد ما تحبوش الحمد لله. علاش؟ اه صحيح. كنا نحكيو في الكواليس اكتشفت حاجه قال لي خالد التويتي انت هزيت الاسبيرونس سامي اي ساقي هزوها ما بالزهر. انا نحكي فيها قلت لك وقت انا قاعد في القهوه جا زروق المروان البكري اي نحكي قدامه انا قلت له والله مشيت تفرجت في مقرين مغروم بالكون اساسا مشيت تفرجت في جمعيه الظراف قلت له مقرين عندهم افون سونتر غير عادي يعمل هكا مشاو نهار ثلاثه جابوه وليش كل ماتش يماركينا عمل عصب بلا عمله بلا عمله في بالي بها الحكايه هذه بون اللي كان سيريو اكثر هو سليب شيبو معناتها هو اللي كبش معناتها معناتها هي كانت الكلوب كانت سي اس اس شويه زاد كلموني دي ديليجون دي معناتها الكلوب يمكن ما عرفش خالد قال يعني في باله بالحكايه قبل ما نمشي لاسبيرونس اما سليم شيبوب هو اللي جا وخذاني معناتها هو اللي كب معناتها كما نقول واحد اللي يتحرك هو سليم شيبوب اللي يتحرك واضح انا من الحكايه هذوما والله نحب نحكي حكايه تدخلنا نحن حكايه ما يصيرش ما يصيرش نورمالمون في جمعيات نتاع الكوره كي تجي مثلا الاتاكون كي باش يعيطوا لي جمعيتي يشوفوا لهم انه هو الاتاكون اللي فالابل نعطيك سكوب هكا الجزيري سيف سيف الجزيري في الكليب تعاركت معاهم قلت لهم يا ولادي خليوه راهو اكسبلوزيف راهو اتاكون مش نورمال شوف كي صايبوه شوف ماركه للزمالك ماركه بالدنيا في مصر دونك اليوم الناس اللي تشري في الكوره وما يفهموش في الكوره وما يعرفوش الكوره ماذا بين يتلهيوا يشدوا بيرواتهم واداراتهم ويخليوا الكوره لجماعه الكوره والله وصلنا حتى الكلام اللي يقول فيه خالد صحيح راهو السبيسيفيك تويك اللي ماشيه وكل واحد النظره نتاعو يعرف الخزره نتاعو يعرف الكاليتي نتاع لي زاتاكون كيما احنا تو حتى في الاسبيرونس يعني تو عندنا برشا ديز اتاكون عندنا تقريبا 8 9 8 9 اتاكون شنو لي كويوال ولا بونتا ولا شنو كل كل عندنا 8 9 باش يلعبوا منهم ثلاثه باش يلعبوا منهم ثلاثه نورمالمون يعني ثم اربعه زايدين ولا خمسه النومبر كبير يعني كنا نجموا اي ما تشوفش توا بالرهانات الموجوده ماتشات كل ثلاث ايام عندك تشامبيونز ليغ عندك كوب عندك بطوله تبدل ليفكتيف ذاك اش قاعد يا معين شعبان اي لكن كي باش تبدل ليفكتيف انت تو حاجتك بالشامبيونز ليغ حاجتك باش تقول لي ما نلعبوش انا باش تلعب ليفكتيف نتاعك لازم ديما مع بعضه يعني ليكيب نتاعك لازم تكور باش ترتاحها ماتش نقولوا باش ترتاحها ماتش في دو تروا سومان باش ترتاحها ماتش ولا دو معناتها اما لازم ليكيب تقعد يعني يقعد لي تروا اتاكون يقعدوا باش يعملوا كويزون بين بعضهم باش يعملوا للواحد لكن النومبر كما قلت لك من 8 9 نجم يهبط 5 4 يا 5 6 5 برشا حتى 5 برشا ويسيرك كيما نقولوا احنا التبديله ولا الترتيحه بخمسه جوهرات نجم تمشي امورك اما الاربعه الاخرين باش يقعدوا زايدين باش يقعدوا زايدين على الجماعه. نحكي لك على لاجيستيون دو جروب فوالا لاجيستيون دو جروب والبرا وقت اللي يشريوا جوهرات يعرف لك يقول لك الجوهر هذا عنده خمسه ماتشوات اللي شفتهم في الكوب مثلا جارديان يلعب في الشامبيونان الاخر يلعب في الكوب دونك الناس عارفين فما بروغراماسيون تو تان بروغراماسيون ا كور تيرم ا لون تيرم دونك اليوم منظمين ما دخلنا في الصحن سامي دخل على مشاكل الاغنياء في النادي الافريقي بالعكس فما مشاكل اخرى نتاع ضعف رشيد بشري سي خالد تويت ضعف رشيد بشري كما قلت لك خاطر ما فماش بروغرام نتاع جيستيون دو جروب اليوم في الكلوب افريكان الحاجه اللي تفرح اللي الاولاد نتاع الكلوب افريكان هذوما الصغار عندهم لاديان دو كلوب افريكان. واش نعمل به؟ استنى لا ايش نقول لك لا فما حاجه خاطر علاش في الكوره فما عباد رباحه ويحب جمعيته وكل يعطي لو بلوس كريتهم انت تحسهم اللي صغار يجريوا علاش انا قبيله تو دخلنا قلت لك على جيستيون دو جروب والبرا ساعات انا كي نمشي هكا تلفزيون نقارن بالبرا يقول لي كيفاش انت يقول لهم يا اخي احنا التكتيك منين نجيبوا فيه؟ بالله تو سامحني الكفران اللي تعاملت هذي هكا اللي ترقد انت يا تونس كل ولا تعمل فيها احنا نتبعوهم راهو نحن كان في الحاجات الديبيل على خاطر اليوم انت توت كي تحكي على الفتيف تاع الكلوب افريكان فما مشكله كبيره تو في الكلوب اللي ما مش فاهمينها اليوم في الكوره ما تنجمش تنجكتي 11 وليد ولا 9 مع بعضهم على خاطر البرة عندهم لا بري فورماسيون يلزم الانسان يعمل لا بري فورماسيون
انا نعطيك كام تاع دو ابري فورماسيون. انت اختنا نتفرج ديما صغار مغروم بن زيمن و والاخر اللي يلعب في بوردو تو بنعرف زوز في كلير فونتين مع بعضهم اللي صغار. بن زيمن كي يلعب في ليون عمل لك الدخله خارجه دخله خارجه وبعد دخلوه. بن زيمن وقت حب يتعصب على دي ديشون حب يلعب تشوف الاخر كاريره وين خطر عليه. حتى في الصنعه قبل صنيعي كي يجيب ابرونتي ما يعطيش اوتي قدها ديريكت خاطر كان فسدها باش يقعد ماشي ديما في الديريكسيون. اليوم الكلوب افريكان عندها جوارات دو كاليتي كبيره برشا ميت بقينا ناقصه بحذاهم جوار ديكسبيريونس او سيمي يعرف تلعب الكوره. انا برومي ديربي نتاعي باش نحكي لك خويا سقايا ما عادش نجم نشدهم ما فقت وتهنيت كان كي خرجوا عملوا بيا شونجمون كي مشيت قعدت على البنك فهمت روحي كي عملوا شونجمون تحت فرحت لا فرحت خاطر امبوسيبل بعد تولي كي نبدا داخل الدربي كيني داخل نبدا نشوف الصاد شلا يبدا الصاد معبي عرفت كيفاش بعد بالاكسبيريونس خاطر انت كي صغير مع غميت تدخل مع بياري مع كمال الشبلي مع عبيده مع ناس شيفروني كبار انت بيدك تبدا محمي عرفت كيفاش. دونك اليوم تجي في الكلوب افريكان الوليدات الصغار هذوكم ما يلزمهم اللي يحكي اللي يحكي في خالد صحيح علميا انا مش حكي علميا كيفاش يصير الحكايه. انا عندي جوار طالع صغير في الكوره ما يلزمكش تغلط في اللونيفو الجوار يتعلم راه كما قال لك يمشي عنده دي بيريود يقعد يتعلم فيها. اذا كان كيما نقولوا احنا باش يطلع باش يتعلم باش يحل هو باش يحل دي سيتياسيون باش يبدا ياخذ اكسبيريونس باش يبدا كذا. اذا كان يجيني في اللونيفو يجيني في الماتشوات الكبار يعني في اللونيفو في الشامبيونا مثلا ويبدا يغلط لي باش يتعلم نجم انا نخسر لونترونور نجم انا نخسر الجوار هو بيدو نجم نخسر اذا كان عمل لي غلطه كبيره في ديربي ولا كيما صار لنا عبود احنا مره ولا اسمه عبود معز عبود البيفو هذاك اللي طلع وخسر الكوره وهو طالع وليد صغير ولا طالع وليد صغير وخسر الكوره ومركاها الذوادي وقتها في الدربي خسرناها الجوار هذاك صحيح نجم نخسر لونترونير يقول لك لونترونير انا باش يغلط لي في نيفو في الليفو العالي هذايا نجم انا نخسر الماتشات نتاعي دو تروا ماتش نجم يطردوني. ثاني حاجه نجم نخسر الجوار هذاك يولي الجوار هذاك شوكي كيما ماتش اللي صار البريسيون اللي صارت عليه ماتش المستير جوار الكوب افريكان هبطوا شوكي يعني هبطوا خايفين تحس حتى في الروندمون نتاعهم ماهمش كيما في الماتشات اللي قدموا. حتى نحكيو به خلينا ندخلوا في الماتش شوي كيفاش تشوفوا بصفه عامه خالد تويتي مقابل غودو بين الكلوب والاسبيرونس قبل ما ندخلوا في التفاصيل. انا نشوف المباراه نتاع غودو كلوب والاسبيرونس علاش قلت لك هذوما نتاع جوارات الكلوب لاعبين كادي وجينيور كنت الاسبيرونس خاطر علاش كي تبدا تلعب في الكلوب والاسبيرونس من المينيم والكادي والجينيور ديما انت تشوف في ماتشات المينيم والكادي والجينيور حتى من الجمهور يجي عندهم قلت لك الكلوب والاسبيرونس اليوم غدوه الكلوب افريكان تصور انا بالمورال هذا نتصور الكره تو الكل عند لطفي خاطر غدوه نلعبوا كنت الاسبيرونس لازم يكون ترو بريدون انا واحد من الناس غدوه كي نلعب كنت الاسبيرونس نلعب لهم اربعه خمسه واحد عندك هكا قرب تنجم تعمل هولد اوب في الماتش نتاعك دونك علاش دو تون زون تون فما دي مومون لازم فما ان اكيليبر في ليكيب سكر تالي واستنى معناها انت علاش ديما نقول لك رانا نشوفوا بماتشوات نتاع برا شفت انت مانشستر يونايتد وشيفيلد الاخرانيه كيفاش عملوا لهم شيفيلد ماركيت الاخر وقت باش رجعت مانشستر يونايتد الاخر كونتر دو دونك اليوم لونترونور يلزمو ان تكتيك كي سادابت ا سي جوار اليوم اوني با كابابل باش نمشيو لاتاك دونك يلزم يلعب بريدون تالي اربعه اريارات خمسه مليو تيران وعندك انا تاكو عندنا وليد انا كان قرب تفرجت فيه ترسي اللي عندي ليلي ليلي قرب منوني تو تشوف الوليد هذاك خالد عمل الماتش بي وبعد قال لك كبروا برشا في تصويرته طفل مش كبروا في تصويرته لا 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 ايش يقول لك وقت اللي تبدا راه ايش يقول لك راه فما حاجات ساعه ساعه كيف كامله سي ليكيب كيف لونترونور ساعات تجيب ساعه ساعه تطيح في جمعيه برشا كاليتي جوار ان اونترونور تجيب لي كزافي ونيستا وميسي وك الحظب هذيك اش باش نقول لهم مغروم برشا بكرة البرة لا خاطر علاش انا مغروم انا شوف مش مغروم خاطر نتفرج في كرة البرة وعندي كراسة وديما كي نسمع بنجر يحكي ولا واحد يحكي لي انا باش نتعلم لي انا معناها فما حاجة خاطر فما حاجة في الكورة فما انترنسيك واكسترنسيك تحب الكورة ولا ما تحبش الكورة انا ذا بروفوني علاش ما رانيتش
مانيش مستعد الراني، خاطر باش الراني مانيش مستعد انا نجي نلعب ولد فلان ولد فتان. هي قلت لهم فك عليا الكوره كي نحبها مغروم بها، اما مانيش مستعد باش نطيح من مستوايا ولا نطيح من قيمتي ولا نطيح من رجوليتي. اليوم نرجعوا للكلوب افريكان كيما قرب هذايا، فما دي جوار دي زانديس يعطيوك. انا كي تفرجت في سامي ليش انا كي نشوف اتاكون فما اتاكون اوداسيو فما دي اتاكون تحسوا اكلي قبيح في لعبه، هذا قرب قبيح يهز وبروفوكاتور يمشي البروفوك يمشي البروفوك. فما دي اتاكون يهرب، فهمت. وحاجه اخرى زاده نرجعوا لهنا ديما، فما ساعه فما دي سيستيم ما يركبوش على على دي اتاكون، فما اتاكونات معينين. تو شماخ ما ينجمش يلعب في البروفيل هذاك عادي صار، ما ينجمش يلعب، ما ينجمش يلعب. شماخي شماخي نتاع 4 4 2 ويلزم ناس تحطوا يدور بالاتاكون، يلزموا ناس تحطوا الكره اون بروفوندور على خاطر هو رابي. خاطر سامي كي كان يلعب ماركا كي تتك عليه في اون دو اتاكون تتك عليه في اون دو تلقاه يعني بيضرب بالراس نخرج لك اي تخرج وتعمل اون دو عندك لا ديفياسيون. دونك كل اتاكون سبيسيفيك تاعو.